برضو عايز اخد رايك بس في طبعا جمهور النادي الاهلي اليومين دول متابع بشكل كبير جدا القياده الفنيه الجديده عندنا. طبعا كانت مباراه بتروجيت في كاس مصر نسخه السيزون الاخير، عندنا بكره ماتش الجونه. ازاي شايف الاهلي تحت قياده ريكاردو سواريش، وازاي شايف المرحله اللي جايه من اول مباراه الجونه بكره ان شاء الله؟ طبعا الفتره اللي فاتت طبعا بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا يعني لو اتكلمت عليه طبعا تبقى شهادتي مجروحه. النادي الاهلي حاجه كبيره جدا على المستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي وعلى افريقيا. فطبعا بعد رحيل مسلماني بدا النادي الاهلي طبعا بقياده سامي قمصان يشتغل الشغل بتاعه سامي، وفي بدا اللعيبه تفوق شويه غير الاول. وانا شايف الفتره الجايه ديت برضو ان شاء الله مع سواريز هيبقى في شغل تاني خالص، لان هو شكله من المدربين اللي بيحبوا يشتغلوا وبيحب الشغل بتاعه. حتى انفعالاته في الماتش اللي فات مع بتروجيت كانت باينه قوي، يعني واحد غيره كان ممكن يقول لك هتستنى شويه ماتش او ماتشين اتفرج شويه على الفرقه. لا طبعا، فهو نزل يعني من وجهه نظرك يحسب له انه قال لك لا طبعًا. انا اشيل المسؤوليه وابقى موجود في الملعب. تحسب له طبعا اكيد. في مدربين يقول لك لا انا هقعد في المدرج ابص على الفرقه وكده، اما هو نزل ماتش بتروجيت وعمل الفرقه عملت جيم كبير جدا كان ممكن يكسبه اكتر من كده يعني، وبدا فيه شغل يعني. هو طبعا مش هيبان الشغل بتاعه دلوقتي طبعًا. لسه قدامه بتاع 6-7 ماتشات. طيب تعالى افكر مشاهدي السادسه بتاريخ مواجهات. طبعا انت يمكن لما كنت بتلعب كابتن اسامه ما كانش فيها اساسا حاجه اسمها الجونه، مش بس فريق الجونه بالظبط، وافد جديد طبعا على الدوري في السنوات الاخيره، لكن طبعا ده ما يمنعش ان في تاريخ من مواجهات في اوقات كتيره جدا الجونه الحقيقه كانت